إيه نعم عشان برجع لضيفنا ترى. والله كل شيء يقولون لكل حديث قصة أو لكل أو عليك. مناسبة الشيء هي اللي تستدعيه. سلام عليك. مناسبة الشيء يا مشايخ هي اللي تستدعي هذا الشيء. في رمضان موقف الشعر ليه سمي شعر من المشاعر. سلام عليك. مشاعر. أنا ماني بشاعر أنا أبو صالح بس عندنا مشاعر. بس إنك أنت كفو تدير سلام عليك لب قلبك. عرفت يطيل العمر. فسمي الشعر لأنه من المشاعر والعواطف والأحاسيس. فلذلك قال ولذلك تجد المعاناة شعر المعاناة أقوى شعر لأنه ينتج من معاناة داخلية. فلذلك هذه القصيدة فيها معارف اللي وعندهم بنت تيتمت وهي توها صغيرة ستيتم أطفالها وهي عليها 3 بنيات. عرفت طويل الله يعوضها خيرا يا رب. الله يعوض والدهم. وكلمت رفيق اللي يشتغل عند الشيخ فهد العباكان وقلت هذه أسرة كذا كذا. وكلم الشيخ فهد العباكان تعرف الوجود جزاه الله عنه خير. وحينما كلمه كان يقول أكثر شيء جزاه الله خير يعطي يبذل. قالوا عطاهم شيك في رمضان شيك ب10,000 ريال. فهذه هذا الموقف يعني حمسني أني أقول في هذا الشيء هذه القصيدة. والمديح كافون يمدح. أقول ضاري ضاري بفعل الجود لله درة ضاري بفعل الجود لله درة متوارث طيبه من أباه وجدود صيته يجول هناك فوق المجرة وتسريبه الركبان مع ساري النود وتسريبه الركبان مع ساري النود البلسم اللي من يمينه يذره كف مضرة يفعل الطيب والجود الشيخ فهد اللي كسى الناس بره فهد العباكان بمزاياه محمود يلقاه عند الله ولو كان ذره لا والله إلا صرف شيكات ونقود كلمت أبو الطالة رفيق المسرة أبو محمد موفي مكسر العود مع نسرة تشكي ديون مضرة هيتام وبوهم سكن حفرة الحود وقال أبشر أكلم فهد في مقرة وبين اللي خافي واشرح بزود وما سرني في اللازم الصعب سره ورد على عد كريم ومارود تسلم كفوف بالعطاء مستمرة ما بالسكرتي معه قفل وعامود ما بالسكرتي معه قفل وعامود جيب اليتامى يوم فكوه زره جيب اليتامى يوم فكوه زره بشيكن اكتبه 10,000 معدود مهوب يكنزها بكيس وجره كم من سجين مفك عنقه من الطود يوم يلقاه عند الله ولو كان ذره يوم الصحايف تنزل ببيض وسود وبإذن الله يبشر بزود المسره يوم البشر ما بين شاهد ومشهود وسلامتكم. يا سلام. سلامتكم صح لسانك الله ابو المجيد جزاك الله خير ابدعت صراحه ابدعت اي والله استاذ رجل فاضل ومعروف ما يحتاج يعني احنا غني عن تزكيتنا له الله يجزاكم خير يبارك في عمركم ابو صالح ابو عبد الرحمن